وسهلا بيكم في برنامجنا زي السكر. انا نرمين هن، والنهارده ان شاء الله هنعمل نوعين جداد من انواع البريوش. اول نوع هيكون يعني نوع بنحاول نقلد فيه شويه شكل ولون الفهد، يعني هيكون اللون الفاتح هو الباك جراوند، وبعد كده هيبقى عندنا الدوائر او النقط البني او سودا عليه. والنوع الثاني هيبقى كروتونز، والكروتونز دي طبعا كلنا بنحب نحطها على السلطة على الشوربة، لكن عادة احنا بنعملها بالعيش العادي. النهاردة احنا هنعملها ان شاء الله بالبريوش، وهنحط عليه جبنة رومي كمان تديله طعم حلو. فبالنسبة لأول نوع بريوش اللي هو هيكون على شكل جلد الفهد، عندنا 3 كوب دقيق، 1 كوب حليب، 1/3 كوب سكر، 1/4 كوب زبدة، 5 معالق صغيرة نشا، 1 بيض، 10 جرام خميرة، و1 بشر برتقان. علشان نعمل الشكل بتاع جلد الفهد محتاجين كاكاو ولبن، فعندنا 3 معالق كبيرة حليب و6 معالق صغيرة كاكاو، ده للون الغامق، وللون الأفتح شوية عندنا 1 معلقة كبيرة حليب و2 معلقة صغيرة من الكاكاو. بعد كده هيكون عندنا جليز نحطه فوق كيك اللي هنعمله إن شاء الله على شكل جلد الفهد. عندنا 1 كوب شوكولاتة داكنة، وعندنا 4 معالق كبيرة زيت. بعد كده للكروتونز أو العيش المحمص اللي بنحطه على سواء سلطة أو شوربة، عندنا أي بريوش يكون عندنا من الأول بقاله مدة ابتدى ينشف شوية، ده أحسن حاجة نعمل بيها الكروتونز. فهناخد العيش ده هنقطعه مربعات، وبعد كده هنحط عليه زيت زيتون، وهنحط عليه جبنة رومي. طبعا ما فيش مقادير قوي، يعني ما فيش أوزان، يعني بنحط عليه دول حوالي 100 جرام من الجبنة، لكن بنحط زي ما احنا عايزين. هنبتدي نعمل مع بعض عجين البريوش علشان الكيك اللي على شكل جلد الفهد. حطيت الدقيق، هحط معاه النشا، السكر والخميرة، بشر برتقان، وبعد كده هحط معاهم اللبن والبيضة، هنضربهم طبعا كالعادة، وآخر حاجة بنحطها هي الزبدة. اوكي، دلوقتي العجينه ابتدت تتجمع، طبعا المفروض اسيبها تتضرب لمده 5 دقائق كمان، وبعد كده ابتدي اضيف الزبده. اوكي، لحد العجينه ما تجهز عايزه احضر الكاكاو اللي هخلي بيه هلون بيه العجينه، فهحط الكاكاو هنا. انا هحط الاثنين مع بعض، واخد شويه صغيرين للعجينه الفاتحه وشويه اكتر للعجينه الغامقه. بندوب الكاكاو مع اللبن،
عايزة يبقى زي المعجون. شوية كمان. اوكي كده الكاكاو جاهز. وكمان عجينة البريوش جاهزة. وهاخد حوالي تلتين عجينة البريوش زي ما هي كده. التلت اللي فاضل هحط معاه شوية شوية من الكاكاو ونلونهم ونشوف. اللون محتاج يغمق حاجة بسيطة كمان. ده هيكون الفاتح. هرجع اخد نصه اشيله على جنب وبعد كده ازود زيادة واغمق الباقي. اوكي هشيل نص اللي فاضل عندي واحط شويه كاكاو تاني وارجع اغمق الكميه اللي فاضله. زي ما احنا شايفين كده عندنا بريوش ثلاث ألوان، واحد أبيض، واحد بني فاتح، واحد بني غامق. وبكده احنا نكون جاهزين ان احنا نبتدي نشكل البريوش على شكل جلد الفهد. فطبعا محتاجين ان احنا نسيبهم يخمروا حوالي ساعتين لحد ما يتضعفوا في الحجم، وبعد كده نقدر نستعملهم نشكل بيهم الكيك بتاعنا. نطلع فاصل وبعد الفاصل نكمل مع بعض بريوش على شكل جلد الفهد. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا بعد الفاصل نكمل مع بعض الكيك على شكل الفهد. هنبتدي دلوقتي زي ما احنا شايفين قدامنا العجينة البني الفاتح، بني غامق، والعجينة باللون الطبيعي. هبتدي اخد العجينة باللون البني الفاتح وعايزة أعملها رول. أوكي دي أول خطوة. تاني خطوة هاخد العجينة اللي هي لونها بني غامق وبرضو هقطعها قطعة بالشكل ده، لكن مش هعملها رول، أنا هعملها هفردها بالنشابة. إن عليها دقيق كافي إن هي ما تلزقش. ودلوقتي هاخد البريوش الفاتح
وهغلفه بالغامق، يعني هحط الرول اللي انا عملته ده وهلفه جوه الرول الغامق، ونثبت طبعا الحروف بتاعت الرول عشان ما يفتحش. وأي عجينة طالعة زيادة بنشيلها وبنرجع نغلفها تاني بالغامق. اوكي، اعمل واحدة كمان. نقفل عليها. يبقى كده عملنا 3 رول، وطبعا بنكمل الباقي. بس دلوقتي نروح للمرحلة اللي بعد كده. محتاجة أغير الورقة علشان عليها كاكاو، وأنا دلوقتي هفرد العجينة البيضة. هنعمل نفس الحكاية اللي عملناها مع الغامق، هفرد العجينة البيضة شرايط أغلف بيها الرول اللي عملته هنا. هاخد دي قطعة على قدها وابتدي اغلفها بيها واقفلها برضو بنفس الطريقة. زي ما احنا شايفين كده، ده واحد جاهز. دي قصيرة شوية، ممكن نكبرها بإضافة قطعة تانية. اوكي، دي قدها، نعمل كده، بنلف وهكذا. كل الرولز اللي هنعملهم بالبني الغامق والفاتح هنغلفهم بالأبيض. وهنشوف مع بعض بعد كده هنعمل بيهم ايه. ونعمل اخر واحدة. دلوقتي هنجيب الرولز اللي جهزناها وهنبتدي نحطها في القالب. عندنا القالب، بنستعمل قالب زي ده، او ممكن نستعمل قالب بتاع اللوف اللي هو زي الانجليش كيك. وهبتدي احط الرولات اللي انا عملتها دي فوق بعض وجنب بعض، املى بيهم قالب الكيك. وطبعا بنكمل بكل العجينة اللي عندنا لحد ما نخلص الكمية كلها. وسيبنا طبعا العجينة بتاعت البريوش تخمر. ودلوقتي اعمل الشوكولاتة اللي هنحطها عليها لما تطلع من الفرن. بنقلب الشوكولاتة المذابة مع الزيت
ده بيخلي الشوكولاتة لما تجمد ما تجمدش قوي علشان نقدر نقطعها بسهولة بسكينة من غير ما تتكسر فوق الكيك، وكمان بتديها لمعة. أوكي كده الشوكولاتة كمان جاهزة. أجيب الكيك بعد ما طلعت من الفرن، ده بيكون شكلها. وهنقطعها مع بعض. عايزة أحط بس عليها شوية شوكولاتة من فوق. وحطينا عليها الشوكولاتة، هسيبها على جنب الشوكولاتة تتماسك أكتر، ونبتدي نعمل وصفة الكروتونز. هجيب عيش البريوش، مش هنعمل كتير، ودلوقتي بنقطعهم مربعات. نحطهم في الصينية. وهحط عليهم الزيت. والجبنة الرومي المبشورة. وندخلهم الفرن. ودلوقتي اخد الكيك اللي على شكل فت ونبتدي نقطعها. عملناها بثلاث الوان، اللون الطبيعي للبريوش، اللون بني فاتح، واللون بني غامق. وأقطع الجزء التاني كمان. ده بريوش على شكل جلد الفهد، ودي الكروتونز بعد ما بتطلع من الفرن. وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة. يا رب تكون عجبتكم، وأشوفكم في الحلقات الجاية على خيرة الله إن شاء الله.
Thank you.